في الأربع الثلاثة الأولى بلغ الدخل التشغيلي للمؤسسات الثقافية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة في الصين 8420.5 مليار يوان بزيادة قدرها 21.8% عن نفس الفترة من العام السابق و2.4% أسرع من معدل النمو على أساس سنوي في نفس الفترة من عام 2019 وحققت المؤسسات الثقافية تنمية مستدامة ونشطة وفي الثلاثة بلغ بلغت دخل التشغيلي للمجالات الأساسية الثقافية 5191.1 مليار يوان بزيادة قدرها 22.9% عن نفس الفترة من العام السابق وهو ما يمثل 61.6% من الدخل التشغيلي للمؤسسات الثقافية وبلغت المساهمة في نمو الدخل التشغيلي للمؤسسات الثقافية 64.2% ومع التنفيذ المتعمق للاستراتيجية الرقمية للصناعة الثقافية في الصين استمر الدور الد. ترتفع لأشكال الأعمال الثقافية الجديدة التي تشمل الإعلان الإبداعي وتصنيع معدات الترفيه الذكية وما إلى ذلك في الازدياد